أهلا بكم. تأهيل المدينة العتيقة في وزان، هذا المشروع اللي سبق ليه وداز. إذا هذا تأهيل ديال المدينة العتيقة في وزان، أو تأهيل. مهم، الناس كانوا فرحانين، وأخيرا وزان بتاريخها العريق غادية تولي كيف ما كيتمناوها الوزانيين، وغتاخد حقها المسلوب لمدة عقود من الزمن. لكن الصدمة كانت قوية على الوزانيين، ولا زالت قوية، على اعتبار أن كل المشاريع في وزان كتعرف واحد التعثر كبير، سواء في الإنجاز أو في التنفيذ ديالها. في آخر الأمر كيكون الإنجاز بعيد كل البعد على انتظارات الساكنة الوزانية. أجوا تعرفوا شنو وقع في المدينة العتيقة، أجوا معايا. على ما يبدو مشروع تأهيل المدينة العتيقة في وزان مقسوم على قسمين، الأول متعلق بترميم الجدران، والثاني متعلق بترميم الطرقات. بالنسبة للجدران، المقاولة قشرتهم لكن بدون احترام معايير ترميم المواقع التاريخية. بمعنى آخر، خاص الترميم يكون أوتونتيك، بمعنى أصيل، كيف ما بنوه الناس النهار الأول كيخصو يكون الترميم انطلاقا بديك الطريقة، لا في الطريقة ولا في المواد المستعملة، تكون ديبوك بمعنى ديال داك المرحلة الزمنية اللي تبنت فيها داك المبنى. الإشكال أن المقاول كيلبس الحيوط بواحد المزيج من السيمة والحص الغراندوري في الوقت اللي خصو يتلبس بلو مورتي، بمعنى الرملة حمراء والجير. نجيو للطرقات. بالنسبة للطرقات، تم الحفر ديالها، كان اللي في كان فيها مصايب بالقودرون، وكان اللي كان مصايب بلو بافي اوتو بلوكون. دابا راهم حيدوا البافي اوتو بلوكون باش يركبوا بافي اوتو بلوكون واحد اخر، كيحيدوا الاوتو بلوكون ويركبوا بافي اوتو بلوكون، او بالاحرى البافي اللي غيتركب جديد نقدروا نسميوه بافي دي بلوكون، كيديبلوكي التمويلات العموميه اللي كطيح مباشره في جيوب بعض الناس اللي فاقوا بكري. الاشكال هو ان مكتب الدراسات، الا كانت دارت شي دراسه، هذا المكتب ما كانش عارف بان هناك مشكل ديال الصرف الصحي بالدارجه الواد الحار. بمعنى اخر، كيحط البيطون، هذا البيطون ارمي فيه اكثر من 20 سنتيمتر، وغادي يحط عليه البافي اوتو بلوكون جديد قالوا مصايب من الحجر، سكون ابل دو لا بيير كاسي، غالي جدا. بمعنى اخر، غادي يخسروا الفلوس وخصهم يعاودوا يحفروا من بعد باش يصايبوا الواد الحار. الان راهم كيرقعوا داك العجب اللي لقاو، داك الواد الحار اللي ما كانش مصايب خصو، المهم راهم كيرقعوهم بواحد الطريقه عشوائيه. المهم شنو هو؟ المهم يكملوا الصفقه، تدخل الفلوس وانتهت الحلقه، وتبقى وزان في الفوضى بحالها بحال الحمقى، والمسؤولين نايمين والمواطن شداه الحرقه. دمتم باحسن حال، والى اللقاء.